السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا جميعا بخير مع بعض إن شاء الله. في لسه بعض الردود على الأسئلة اللي حضراتكم بتبعتوها على الصفحة، ولو في أي أسئلة أثناء إن شاء الله ما احنا شغالين مع بعض إن شاء الله، لو في أي أسئلة بعتوها لي على التعليقات على طول وأنا هجاوبكم عليها في ساعتها إن شاء الله. لكن لسه انا كان معايا اسئله قديمه من زمايلنا ما خلصتهاش، فاحب ان انا ان شاء الله اجاوب عليها. اهلا بك يا استاذ اسلام. كان في زمايلنا بيسالوا على حته مهمه جدا، بيسالوا على حاجه تخص البايثون. فالسؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول، دي استاذه نرمينا اشرف بتقول انا شغاله في مسار بايثون جانجو، بتتعلم يعني بايثون بتاع ويب، بينتج ويب، فهل ممكن ان انا اشتغل بايثون ديفلوبر؟ طبعا تقدر تشتغل بايثون ديفلوبر، هي اصلا او ويب ديفلوبر، ما فيش مشكله. طب انا عايز اتعلم بعد كده داتا ساينس، اكمل اقدر اكمل فيه ولا التخصصين بعيد عن بعض؟ ده سؤال الاستاذه نرمين اشرف. طبعا الاجابه بتاعت السؤال لا، طبعا بالعكس، هو انت ماشيه في طريق سليم. مفترض الانسان الاول عايز يخش داتا ساينس كويس، ما فيش مشكله، لكن انا الاول لازم اكون ديفلوبر بشتغل على موبايل ابلكيشن او بشتغل على ويب ابلكيشن. لو انا هشتغل بايدي مش هاخد الحكايه نظري، فلازم اكون شغال على حاجه الاول، وبعد كده بقول انا عايز ابقى بتاع داتا ساينس، عايز اتعلم بقى اخلي الموقع بتاعي او الموبايل ابلكيشن بتاعي يشتغل شغل بيج داتا شويه، ادخل فيه شويه حاجات تخص الساينسز بتاعه الاناليسز، ازاي ادخل في حاجات احصائيه، ادخل في حاجات اي اي ماشين ليرنينج مش عارف ايه، عشان اشوف حاجات اضافيه، فابقى مش ديفلوبر عادي. لانه خدوا بالكم السوق كله بيقول ان الناس يعني لازم تتحرك للشغل الحديث شويه، شغل انك تبقى بتاع ويب ديفلوبمنت بس كده، ده دلوقتي هيبدا يموت في السوق. دي يعني الاحصاء بتقول كده، انه لازم يبدا يتحرك ان هو يتعلم اكتر من كده شويه في الاطار الخاص، في الاطار الخاص يعني في اطار ان هو يطور من نفسه، مش بس ان هو يتعلم ويب فقط لا غير، لازم يبدا ياخد حاجات خاصه بالديتا ساينس، ياخد حاجات خاصه بالاي اي، ياخد حاجات الكلام ده. السؤال استاذه هاجر بتقول امتى هيكون في كورس في الاكاديميه مش بس اونلاين؟ لا، هو حاليا والله احنا يعني حاليا حتى الان احنا الكورسز بتاعه جي دي جي اونلاين، ما فكرناش تبقى في حاجه على الارض حاليا، لكن في بعض بعض الاماكن اللي بتدي على الارض بتحاول تعمل يعني علاقات بحيث ان يبقى هم يدوا على الارض الكورسز بتاعتنا اللي موجوده اونلاين، بس لسه ما وصلناش بشكل نهائي في الاتفاق، لكن ده ممكن يكون قريبا الله اعلم. ايه التراك اللي من خلاله اقدر انتج تطبيقات طبيه؟ استاذ اسلام حسن، التطبيقات الطبيه في الغالب بتبقى تطبيقات ويب ابلكيشنز، وممكن تنزل ديسكتوب ابلكيشنز، ودي طبعا ممكن يقدمها لك حاجات كتير. لو احتاجنا مثلا وتتعلم مثلا الويب ابلكيشنز بس، وافضل لك واريح لك عشان يمشي معاك لو حبيت تعمل حلول للمشاكل بتاعت الديسكتوب يعني، ف هيبقى ان شاء الله يعني تشتغل، ممكن تشتغل اي اس بي دوت نت ماشي، تشتغل بي اتش بي ماشي، تشتغل بايثون جانجو ماشي، تشتغل نود جي اس ماشي. عندنا الاربعه دول الشينو، طبعا معاهم جافا طبعا والجي اس بي. طب انت عندك خمس مسارات، فسؤالك هيفتح يعني حل طويل. طيب انا هرد على سؤالك، لان السؤال طبعا كبير شويه، لان في سؤال برضو جاي لي تاني بيقول لي بالنسبه للاي اس بي دوت نت، سؤال من واحد من زمان على الصفحه بيقول ايه الاي اس بي دوت نت، المين ستاك او النود جي اس، البي اتش بي، البايثون. السؤال بيقول ايه الاكثر طلب في السوق، وانه الافضل في التعلم، وانه مرتبات اعلى، وايه الشركات؟ طبعا هو السؤال كبير شويه، بس السؤال دلوقتي طبعا هتبقى شويه، السؤال هيبقى حله طويل شويه او اجابته طويله شويه عشان نبقى بس ايه واخدين. انا بالنسبه لمحمد خليل بيقول انا دلوقتي شغال في شركه، بس كنت عايز اشتغل مشاريع معاكم، انا دفعه رابعه تخصصي اي اس بي دوت نت من الغردقه، شغال في شركه بس كنت عايز اشتغل مشاريع معاكم. طب تواصل معانا ان شاء الله وندخلك في البروجكت باذن الله. بالنسبه لاسلام حسن او حسان، انا بدرس اوراكل حاليا. اوراكل ايه؟ اوراكل معانا يعني اوراكل جيت، ولا تقصد ايه؟ اوراكل داتابيز، اوراكل
اوراكل ايه؟ اوراكل كبيره. طيب خلينا نتكلم في موضوع مهم جدا اللي هو زمايلنا دلوقتي بيدوروا حواليه. عندنا تقنيات الويب مختلفه، عندنا الناس بتشتغل بايثون، جانجو، طبعا ممكن فلاسك، ممكن بيراميد، ممكن في كذا كذا فريم ورك، في بي اتش بي، ناس بتدرس بي اتش بي كويب، في ناس بتشتغل اي سي دوت نت، تمام، في ناس بتشتغل يعني جافا جي اس بي، في ناس بتشتغل نود جي اس بقى ميني ستاك او غيره. عايزين نقارن ما بين دول تقنيات الويب المختلفه دول، ودول طبعا هم اللي يعتبروا مالكين السوق قوي. اما سؤال هاجر خالد بتقول احنا محتاجين مسار منظم عشان نشتغل ويب مع بعض. في حاجات احنا اتكلمنا عن الموضوع بتاع الويب والموبايل وقلنا ايه اللي ممكن بيطلع ويب وموبايل. هنقول اقرب واحد للموضوع قلنا اوراكل جيت في الفتره الاخيره، وبيطلع ويب وموبايل في نفس الوقت. عندنا برضو الناس اللي بتشتغل ميني ستاك، ممكن تشتغل ميني ستاك وتقلب نفسها تشتغل ايونيك، يبقى برضو كويس. الناس اللي بتشتغل مثلا ايه تاني، اللي بيشتغلوا سي شارب ودوت نت، اي اس بي دوت نت، يبقى افضل ليهم ان هم يخشوا على زامرين، اقرب حاجه ليهم، يبقى كده بيظبط نفسه ويب وموبايل. يبقى احنا كده قلنا للناس السؤال بتاع ايه المسار المنظم اللي نقدر نشتغل بيه ويب وموبايل، قلنا افضل واحد بيشتغل اللي هو الاوراكل جيت، لان هو اصلا اوريدي بنفس الكود بنفس التنظيم بيطلع معاك موبايل ويب، فهو اسهلهم واكثرهم انجازا. لكن في عندك بقى ناس ثانيه، في ناس شغاله دوت نت زي ما قلنا، اللي شغال كلام زي كده وعايز يشتغل ويب وموبايل، يبقى اقرب حاجه ليه الزمن، ماشي، ده اتجاه بتوع الدوت نت. بتوع الناس اللي شغاله ميني ستاك او شغاله على انجلر ويب ابلكيشنز، فاقرب حاجه ليه ان هو يروح على ايونيك لانه شغال كله انجلر، وهيبقى سهل معاك جدا، هيلاقي نفسه فاميليار مع التولز والدنيا معاه كويسه ويقدر عايز يشتغل ويب وموبايل في المسار بتاع الانجلر او الميني ستاك اللي هو النود، برضه اللي هو النود جي اس. طيب الناس اللي شغاله بايثون، شغاله على بايثون شويه، الموبايل عندهم كيفي، كيفي مش كويس قوي، بس يعني هو ده الاقرب حاجه بس شويه ضعيف. الناس اللي شغاله ايه تاني، جافا طبعا، الناس اللي شغاله جافا عندها طبعا تشتغل اندرويد، لو ويب طبعا في عنده جي اس بي وفي عنده جي اس اف بيشتغل عليهم زي ما عايز. لو عايز يشتغل موبايل في عنده اندرويد طبعا، وفي عنده ماف، في عنده اوراكل ماف، اوراكل ماف بيطلع اي او اس وبيطلع اندرويد، فكده يبقى هو عنده تنويع. عندنا كده بس تقريبا كل الناس عايز تشتغل ايه اللي بيشتغل موبايل ويب قريبين من بعض. طيب اللي بيشتغل اوراكل في جي دي جي، قصدي اوراكل ده استاذ اسلام حسان، انا بدرس اوراكل جيت كمسار، هل ده بعيد عن مجال انتاج التطبيقات الطبيه؟ لا طبعا، يقدر ينتج مجال التطبيقات الطبيه، مفيش اي مشكله خالص، مفيش اي مشكله خالص، هتقدر ان شاء الله ان شاء الله. طيب الاي اس بي دوت نت، المين ستاك او نود جي اس، والبي اتش بي، البايثون، الجافا، بس كويب، كويب احنا اتكلمنا قبل كده على لغات البرمجه، المره دي بنتكلم على كويب، الويب، الويب بقى التكنولوجيز المختلفه. طيب كل معلش بيوقفوني بشويه اسئله هرد. طب معلش علي منصور بيسال، انا المفروض هنزل هدرس بايثون جانجو الفتره الجايه ان شاء الله. قبلها ما انت لو تدرس يعني مفترض تبقى عندك باك جراوند عن الويب ديزاين، يعني تعرف اتش ام ال وسي اس اس وبوتستراب والكلام الجميل البسيط ده، تمام، بتبقى عندك خلفيه عن البرمجه طبعا، برمجين، معرفش الكورس هيبقى واخد فيه جانجو، يعني جانجو هيبقى قبل بايثون، لا بس هو لازم تدرس بايثون تبقى عارف برمجه كويس، وبعد كده ان شاء الله توكل على الله وتخش بقى على جانجو، تشوف بقى تشتغل ماي سيك ولا تشتغل نو سيك ولا تشوف تشتغل داتابيز ايه وتوكل على الله. يعني من الاخر يعتبر البريكويزيت برمجه وال اتش ام ال وسي اس اس والحاجات دي عشان تبقى عندك طبعا تعرف تطلع ويب سايت او ديزاين يعني الويب سايت، دول اللي محتاجهم استاذ علي عشان تقدر تبدا تخش ان شاء الله في جانجو. تمام، يبقى احنا اتكلمنا على الـ على الـ على القصه دي، بس لسه محتاجين نتكلم على الفروق ما بين الاي اس بي دوت نت والمين ستاك والبي اتش بي والبايثون، انه اشهر كويب، انا عايز اخش ويب افضل حاجه بالنسبه لي ايه؟ ده السؤال من الاخر، اشتغل بي اتش بي، اشتغل مين ستاك او حاجات نود جي اس، اشتغل اي اس بي دوت نت، اشتغل بايثون، اشتغل جافا، ويب، ايه اللي اشتغله علشان اقدر اشتغل ويب وانا مستريح؟ هو ده يعني السؤال، والسوق طالب ايه؟
وانه اسهل في التعلم وكلام زي كده. طيب او انه نبدا باول سؤال، انه اسهل في التعلم؟ انا دايما بقول يا شباب هو كلهم قريبين من بعض في المستوى، مفيش حاجه اسمها صعبه قوي ودي سهله قوي ودي، كل الكلام ده بيبقى اغلب الناس اللي بتقول كده بتبقى ما شافتش غير لغه واحده او تكنولوجي واحده، فبتحب تحفز الناس على اللغه بتاعتها. يعني انا مثلا شغال دوت نت، فاقول لك دوت نت جميل، الدوت نت سهل، اشتغل دوت نت. واحد تاني بيشتغل بي اتش بي، بي اتش بي اسهل واريح، خليك في البي اتش بي. هتسمع الكلام ده من كل الناس، لا كل واحد بيحاول يشد اللي هو شايفه اسهل. الناس اللي شغاله نود جي اس وما حولها، المين ستاك والحاجات دي كلها والانجلر وكده، يقول لك ده اسهل حاجه، ده لذيذ، ده الدنيا جميله، هتيجي بيشدك للفكره بتاعته. فده طبيعي، ده طبيعي. الناس اللي شغاله بايثون ده المستقبل، ده بتاع خليك معانا في البايثون، افضل واسهل واسهل لغه في العالم والكلام ده. احنا اتكلمت على اللغات واوضحت المره اللي فاتت ان اللغات قريبه جدا من بعض، مش زي ما الناس متخيله، الفروق مش فروق قويه، والفروق اللي بيلاحظها المتدرب المبتدئ لما بيبدا يبقى مستوى متوسط او متقدم بيلاقي ان مش ان الفروق دي فروق مش سليمه، والفروق دي فروق بسيطه، والشغل جوه اهم من الشغل، مش من السيمي كولون القوس اصل دي ما فيهاش مش عارف الكلام ده، كلام يعني بسيط جدا، مش هو ده اللي نقدر نقول عليه ده سهل او صعب، او نعمل كلاس ونكتب الامر او نعمل الامر على طول من غير كلاس. الكلام ده كله كلام بسيط، فعلي 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 فعلي، انا بتكلم بامان تمام. ده بالنسبه للغات. لكن بالنسبه للويب، انا بتكلم مع التكنولوجيات، تكنولوجيا الويب، انا للاسف تكنولوجيا الويب لا، خد بالك يعني هفرق بحاجه بسيطه جدا. بتوع الجافا، بتوع الجافا جي اس بي او جي اس اف، طبعا لازم يكون عندهم خلفيه كويسه جدا عن اتش ام ال سي اس اس، ويفضل الجافا سكريبت تمام. بتوع البايثون لازم يكون معاهم برضو جافا سكريبت، اتش ام ال سي اس اس ده اساسي عشان يبدا يخش الويب. احنا اتفقنا كده بالريكويزيت للويب يا جدعان، لازم يكون عندك اتش ام ال، لازم عندك سي اس اس، وعندك مستوى ولو بسيط في جافا سكريبت او متوسط نقول كده تمام، عشان تعرف تبدا ويب ايا كان، ايا كان ايه نوعه بقى، ايا كان ايه نوعه، خلينا واخدين بالنا انا بتكلم عموما خلاص، ايا كان ايه نوعه لازم يكون عارف اتش ام ال سي اس اس جافا سكريبت. جافا سكريبت لو نص ونص كويس وتبدا تخش في التكنولوجي بتاعتك، وتكون عندك اساسيات برمجه وتوكل على الله، طالما الجافا سكريبت هتديك اساسيات برمجه تقدر توكل على الله. طيب دول اساسيين قوي. طيب لو انت قلنا لو انت شغال جافا تبقى محتاج جافا سكريبت، مش شغال بايثون محتاج جافا سكريبت، شغال بي اتش بي محتاج جافا سكريبت، مفيش كلام من ده يعني ببساطه جدا. طب انا بشتغل اي سي دوت نت برضه محتاج جافا سكريبت، فدي تحطها في بالك كويس جدا. طب لو انا شغال بقى الحاجات الخاصه بالنود جي اس الحديثه، هو على اساس بنتكلمها ان هي بنقول الحديثه لان هو اسهل يعني احدث ويب تكنولوجي نزلت اللي هي النود جي اس، احدث حاجه في الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها، كل باقي اقدم يعني منها بكتير. فهتلاقي شكرا يا محمد يا مصطفى، هتلاقي طبعا يعني هتلاقي النود جي اس والكلام ده كله قايم على الجافا سكريبت في الاساس. رياكت بقى، رياكت جي اس، هتشتغل انجلر جي، انجلر عادي او انجلر جي اس القديم، هتشتغل اوراكل جيت، هتشتغل فيو، هتشتغل كل الحاجات، كل التكنولوجيز اللي قايمه على الجافا سكريبت. طب ما تاخد النود جي اس وما والشغل الحديث ده، فانت مش محتاج غير جافا سكريبت، مش محتاج غير جافا سكريبت. فعشان كده بس بنقول ان المجال اللي هي الناس هتشتغل على فكره النود جي اس، الاتجاه بتاع النود جي اس اسهل شويه في التعلم، علشان فكره ان هو بيتعلم جافا سكريبت بس، مش محتاج يتعلم بي اتش بي مع جافا سكريبت عشان يبقى بتاع بي اتش بي، او يتعلم جافا مع جافا سكريبت عشان يقدر يتعمل جي اس بي، او يتعلم جافا سكريبت مع البايثون عشان يبقى بتاع ويب كويس، او يتعلم اي سي دوت نت مع برضه جافا سكريبت عشان يبقى بتاع ويب كويس. لا، لو هو جافا سكريبت بس هتقوم بالليله كلها، هتقوم بالليله كلها ما عندوش مشكله. فممكن نقول، ممكن نقول اسهل، بس طبعا لازم يكون عنده خلفيه عن حاجه اسمها الاسنكرونس بروجرامنج، هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. طب تعالى نقارن بشكل علمي شويه ما بينهم، بلاش الكلام اللي على الهوا ولا على المزاج ده، تعالى نقول مع بعض ايه اللي ممكن فعلا يبقى كويس ما بين الفروقات الاساسيه دي. ف خلونا مع بعض نبص كده الناس بتدور ازاي، او بنشوف ايه، او بندور على ايه. طيب خلونا مع بعض كده نشوف. طيب اتمنى كده تكون الناس شايفه كويس. انا
عايز اخش والله اشوف الناس بتبص على ايه في العالم، انا مش عايز اتكلم على هوايا ومزاجي يعني. فانا زي ما عملنا قبل كده مع بعض، فانا هقول له والله انا، طب تخش على جوجل، خلينا في جوجل ترند، بلاش جوجل، حسيت غلط سوري، جوجل ترند فتحنا جوجل ترند نشوف كده الناس بتدور على ايه. انا هبحث كده واشوف الفروق ما بين احنا عرفناهم، هم التقنيات بتاعت الويب عندنا الجي اس بي، بس لما اجي اختار جي اس بي اختار ان هي كتوبيك مش كسيرش تيرم يعني، الجي اس بي المعروفه تمام. ادي اول حاجه عندنا الجي اس بي، هقارنها في البحث مع الاي اس بي دوت نت. بس هاخدها كبروجرامنج لانجوج ماشي او تيرم، واقارنهم مع البي اتش بي. واحط معاهم النود جي اس كتوبك. فاضل لنا مين؟ هات جانجو بقى، جانجو عشان بتوع جانجو بتوع البايثون كويب فريم ورك ماشي. تعال نشوف كده الاحصائيات بتقول لنا كبحث، مش عايزين هنا في امريكا، لا هقول له مش عايز امريكا، انا عايز الورلد ايه وايد على مستوى العالم. في اخر 12 شهر في اخر سنه كده قول للناس بتبص عليه اكتر والدنيا ماشيه في انهي اتجاه بالنسبه لي بتوع الويب. قال لي بالنسبه لبتوع الويب طبعا رقم واحد البي اتش بي تمام. هل ده كلام منطقي؟ لا كلام منطقي تمام، كلام منطقي جدا، لانه اقدم واشهر واحد في بتوع الويب. بس لا مش بس هو، وهو بتاع ويب بس، وده عيب على فكره مش ميزه يعني، من ضمن العيب مش ميزه، ان البي اتش بي هي ويب بس، هي تخصص ويب بس، الموضوع منتهي خلاص يعني. الاي اس بي دوت نت سي شارب ممكن تعمل بيها زامرين، جي اس بي جافا تقدر تعمل بيها ويب وموبايل وكل حاجه، النود جي اس في كذا حاجه، جانجو كبايثون ويب بس تمام. فطبعا هتلاقي البي اتش بي هي المكتسحه، لكن الغريب ان النود جي اس رقم 2 رغم ان هي احدث حاجه، احدث حاجه موجوده هي النود جي اس، وهي بقت طالعه لدرجه ان هي بقت واخده المركز الثاني النود جي اس. طيب عندنا اس بي دوت نت وعندنا بتوع جانجو تقريبا على مستوى العالم تقريبا متساويين يعني، الويب بتاع الدوت نت قريب من الويب بتاع البايثون، وده غريب. وده طبعا لو احنا مدينا، عشان احنا عاملين سنه اخر سنه، لو مدينا اربع خمس سنين لا هتلاقي الموضوع اختلف تماما، لكن في اخر سنه بس اللي هي 2019 اللي فاتت دي، وادينا بادئين ل 2020 الدوت نت بقى مقارب للبايثون ويب، ما بقاش مشكله يعني. يبقى نقدر نقول رقم واحد بي اتش بي، رقم اثنين نود جي اس كويب ابلكيشنز كانتشار. طيب طب بره يعني في امريكا الوضع ايه؟ في امريكا هتلاقي الوضع ايه في امريكا، تعال نشوف الوضع ايه في امريكا. الوضع في امريكا بي اتش بي، لان هم طبعا التكنولوجيا بيقودوا التكنولوجيا، واحد بيمشي وراهم شويه معلش، بي اتش بي 85 75. تلاحظ بقى هنا ايه، رقم واحد برضو البي اتش بي، رقم اتنين النود جي اس، لكن الفرق اللي احنا ملاحظينه ان التطور بتاع النود جي اس بره بقى اسرع بكتير جدا، لدرجه انه بقى يقارب على البي اتش بي، ودي حاجه على فكرة يعني مذهلة، لأن البي اتش بي متربعة على عرش التطبيقات الويب يعني من عشرات السنين، متربعة يعني. فاحنا لما نيجي نقول ان النود جي اس في الفترة القريبة دي، انتوا شايفين طبعا المنحنى اهو يعني تقريبا ايه اقل دايما من البي اتش بي حاجة بسيطة، فمعناها ان هو منتشر جدا جدا وقريب جدا من الانتشار بشكل اكتر. تلاقي الجانجو والبايثون الله اعلى من الدوت نت في امريكا، واخد اتجاه اعلى من الدوت نت في امريكا تمام. فمعنى كده ان لا الحداثه ماشيه في اتجاه ان الدوت نت بدا يحصل معاه شويه في مشكله. انا استاذ مصطفى محفوظ، انا ببص بس على جوجل ترند، الناس بتسيرش على ايه، الناس بتدور على ايه تمام، الناس بتدور على ايه، انه تكنولوجيا الناس بتدور عليها اكتر ومتفاعله معاها بشكل اكبر تمام. طيب ده بالنسبه لل، تعال نشوف الورلد وايد زي ما كنا عاملين.
على مستوى العالم. بس تعال نبص ناخد شويه شيء تفصيلي شويه، هو الدول بتعمل ايه. ممكن نحط جي اس بي، ممكن نحط جي اس اف، ممكن نحط سبرينج. ما جافا بصراحه ليها تولز كتير بصراحه، يعني جافا ليها تولز كتير. يعني لو حطيت سبرينج، ما انت هتلاقي برضو في ناس تقول لك طب ما خلي كده، لو انت عايزين نقارن السبرينج بالجي اس اف بالجي اس بتكنولوجيا الخاصه بيه، الويب بتاعه الجافا، نبقى نقارن لوحديها افضل. يعني لما حطينا سبرينج كتوبك، يعني ما اضمنش اوت توبك لان كلمه سبرينج ممكن تدي في كذا معنى، طلع رقم 2 السبرينج مع بعد البي اتش بي، تمام. بس انا مش اضمن ان التوبيك بتاع السبرينج المقصود بيه السبرينج بوت بتاع الجافا، مش اضمن ده. فانا هتكلم حتى لو جينا قارنا بجي اس اف، مش كسيرش تيرم، كجافا سيرفر فيسز، عشان دي النسخه الاحدث من بتوع الجافا ويب، هلاقي ان يعني مش موجود برضو جافا جي اس اف. طيب مش جايب سبرينج بوت كتيرم، سبرينج مش ضامن قوي بصراحه سبرينج كسبرينج كترم كده مباشر كده، مش قادر اتخيله. فخلينا على جي اس بي لغايه لما قررنا لك، انا هجيب لك قصه الجي اس بي والجافا والحاجات دي، لان طبعا ما نقدرش نتخطاها، يعني زي ما هم متخطينا في البحث كده، لان ممكن يكون لان الجافا في البحث بتاعها بقى الدنيا مختلفه معاه شويه، لان بقى في تولز كتير. كذلك زي ما قلنا في الجانجو بتوع البايثون، هيجي يقول لي طب ليه بحثت بجانجو فلاسك، بتبحث مش عارف ايه، ما في تولز كتير. صحيح، تمام، ده موجود يعني، بس لسه هخش بالتفصيل شويه. يعني خلينا كده الاول نبص بصه سريعه ونرجع نخش بالتفصيل شويه، ايه اللي بالتفصيل كل تكنولوجيا ماشيه الدنيا فيها ازاي. طبعا تلاحظ ان الصين، طبعا هو انا بيقسم بقى على حسب المنطقه، ناس الجي اس بي، الجي اس بي بتحب او الصين بتحب الجي اس بي شويه، لا واخده فيها زيرو والله، مش واخده، مش بتحبها ولا حاجه. طب عندنا اول الدول العربيه تونس بي اتش بي، وبعديها على طول نود جي اس. الصين عندها التفصيل بتاعها كان ايه، معلش نرجع لها عشان بس ما لحقتش اديها اشوفها كويس. الصين كان عندها نود جي اس رقم واحد، وبي اتش بي بعديها رقم اتنين، وده برضو غريب يعني. انا استغربت المعلومه دي، انا اول مره اخد بالي منها دلوقتي والله انا بعرض معاكم، بس لا يعني دي حاجه غريبه ان الصين مديها النود رقم واحد بالنسبه لها مش البي اتش بي. طيب رجعت تاني تونس نلاحظ البي اتش بي رقم واحد، النود جي اس رقم اتنين، تمام. انا هاخد بس الدول بتاعتنا احنا، هاخد الدول الشهيره بقى زي مثلا انديا، مثلا ما ينفعش نعدي انديا. انديا هنلاقي ايه، بي اتش بي نود جي اس رقم اتنين كويب تكنولوجيز، كويس. في دول عربيه تانيه، دول عربيه متاخره شويه، ماليزيا، سنغافورة، الدول العربية متأخرة جدا في الترتيب. الإمارات جت 46، الإمارات رقم واحد بي اتش بي، رقم اتنين نو جي اس، بس خد بالك رقم تلاتة الاي اس بي دوت نت، ومش على بعد من النود جي اس، تقريبا ده 20% وده 19% لو انتم شايفين. تمام، يعني يعتبر في اول دول العربيه الامارات النود جي اس والاي اس بي دوت نت تقاربوا جدا، يعني يعتبر رقم واحد بي اتش بي في الويب،
وبعديهم النود جي اس والاي اس بي يعتبروا يعني منتشرين. طيب كويس، ايه تاني عندنا في الدول العربية اللي ممكن نبص عليها؟ ايجيبت جت، هنبص على ايجيبت الدنيا ماشية فيها ازاي. ايجيبت واخدة البي اتش بي رقم واحد، اتنين النود جي اس، وبعدها الدوت نت، والفرق برضو 1%. يعني برضو ايه، النود جي اس اخد رقم اتنين لكن بقرب جدا من الدوت نت. يعني نقدر نقول الدوت نت كده باختصار كده، نقدر نقول الدوت نت منتشر في الدوت نت منتشر في الوطن العربي، لكن على مستوى الوطن العالم العربي العالم كله لا، هو في النازل في العالم الدوت نت، لكن في الوطن العربي الظاهر ان لا، الدوت نت لسه مازال موجود. لكن برضو المميز ان لا، خد بالكم ان النود جي اس في الويب داخل في السوق بشكل قوي، يعني يعتبر تاني واحد بعد البي اتش بي دلوقتي في الفتره الاخيره، ودي حاجه تحسن. ايه تركيا في لا السعوديه الدنيا ماشيه فيها ازاي؟ السعوديه بي اتش بي في الويب رقم 2 الاي اس بي دوت نت، رقم 3 النود جي اس. خدوا بالكم بقى ان السعوديه ضربت المقاييس اللي ماشيه بها الاغلب، ادت الدوت نت اكتر انتشارا من الايه، من النود جي اس كسعوديه. وخلاص على كده، يعني احنا معانا 65، هي اخر اخر دوله اساسا في الترتيب، لكن ماشي الحال. يعني نقدر نقول بشكل عام الدنيا ماشيه مع بتوع البي اتش بي وبتوع النود جي اس كويب تمام. مش معنى الباقي ان الباقي مش موجود، لا احنا بنقول ده. طب ما تيجي نشوف كده في الدوله مثلا زي ايجيبت. طبعا يا ريت لو حد عايز من الناس اللي معانا محاضره اللايف يقول لي وانا هبص له عليها، يعني مفيش مشكله، احنا بنبص مع بعض، بنحلل السوق، يعني بنحاول نحلل السوق. طبعا رقم واحد عندنا البي اتش بي في ايجيبت، ورقم اتنين النود جي اس، وبعديهم الدوت نت زي ما احنا شايفين كده. خلاص اهي رقم واحد معانا بي اتش بي، رقم اتنين النود جي اس، رقم تلاته الدوت نت، ده الاكتر اللي ماشي في السوق المصري تمام. طبعا كايرو كايرو ادت النود جي اس اعلى من الدوت نت، غريبه دي، والجيزه العكس. طيب ماشي، على العموم ده الايه الشكل العام للاحصائيه عندنا في مصر. طيب الاحصائيه مثلا في الامارات زي ما شفناها من شويه كانت، وبعدين النود جي اس، وبعدين الدوت نت تمام. ده كان كده شكل عام على الناس بتدور على ايه، والناس متحركه في ايه، الناس بتدور على ايه ومتحركه في ايه. فالوضع بيقول ان البي اتش بي رقم واحد في تطبيقات الويب، والنود جي اس بعديها على طول تمام، دول الاشهر تمام. من على موقع ستاك شير الشهير، ستاك شير كان بيقارن ما بين ثلاث حاجات اساسيه، وده يمكن من افضل المقارنات اللي انا شفتها، العامه الجانجو والدوت نت والنود جي اس. يعني البايثون كويب، الدوت نت كاي اس بي دوت نت، والنود جي اس تمام. وكان بيقارن بشكل مختلف شويه، كان بيقول كام استكاية معمولة على بتوع الويب جانجو، فبيقول لا احنا عندنا حوالي 8000 وشوية، 8000 ونص، في حين الدوت نت 4000، في حين ان النود جي اس واخد 32000، ففي اكتساح هنا للنود جي اس لما تم البايثون جانجو ويب. فولورز الناس اللي بتتابع الجانجو بايثون 6000، وهنا 2000 دوت نت، في حين ان النود جي اس 26000، وده رقم فظيع. في الفوت بس هنا طبعا مش داخل معاهم البي اتش بي، بس ده مهم هنحطه دلوقتي. في الفوت عندنا 2000 اقول 3000، وهنا عندنا 1000 في الدوت نت، 1000 ونص عندنا في
في النود عندنا 7000 وشوية، طبعا رقم رهيب، طبعا كله مايل لفكرة النود جي اس كويب. طيب كلام جميل. طبعا مش دي بس المقارنه، بيقارن طبعا ببعض على مواقع مختلفه، على ستاك اوفر فلو الدنيا عامله ازاي، على ريديت، على هاكر نيوز، كل واحد فيهم الدنيا ماشيه ازاي. وكان بيقارن على جيت هاب والكلام ده برضو الدنيا ماشيه ازاي. فالظاهر باختصار ادي 21000 16 15 ساعه، اسف 21 ساعه في كوميت يعني تتحفظ. وعندنا يعني الاتجاه برضو نود، بعد كده عندنا دوت نت، لسه البايثون شويه اقل، هنا 300 على ستاك اوفر فلو، هنا 200 200. طيب يبقى برضو الاتجاه ماشي كده في النود جي اس بالنسبه لمقارنته بدول. طبعا بيتكلم بقى ليه الديفلوبرز بيختاروا النود جي اس، وبيتكلم على بعض المميزات، وهنا بعض المميزات وبعض المميزات، احنا بس بنشوف السوق فيه. طيب لو جينا قارنا، لو شلنا الدوت نت من الحسبه بتاعتنا وجينا قلنا لا عايزين ندخل البي اتش بي على اساس ان هي مهمه جدا بالنسبه لنا، يعني وهي من التولز الاساسيه في طبعا هيبقى المقارنه طبعا في الحاله دي ما بين النود جي اس والبي اتش بي، يعني ما اعتقدش ان جانجو هيبقى ليها وجود قوي ولا حاجه في السوق بالنسبه للمقارنه مع البي اتش بي والنود جي اس. لكن خلينا نشوف، هتلاقي في الستاكس اللي موجود بي ضعف النود جي اس، خلاص الجانجو مش موجود خالص، يعتبر فرق كبير ما كملش حتى 10، هنا 32 و 60 يعني او 61، فالدنيا قريبه، الدنيا فيها قريبه شويه، رغم ان الفوت عند النود جي اس معدي الفوت اللي نازل على البي اتش بي، هنا 7 يعني حوالي 8، هنا الفوت واخد 4. الفولورز في النود جي اس اعلى بكتير جدا من الفولورز اللي موجوده في البي اتش بي، طبعا ده من وجهه نظر الموقع ده اللي هو ستاك شير، تمام، مقارنه ستاك شير. بيتكلم ان عنده على الجيت هاب الكوميت اللي شغاله على النود اعلى من البي اتش بي، كويس. لكن تعالى قارن كده على الستاك اوفر فلو، هتلاقي ده 1.5 مليون على البي اتش بي في حدود 300000 في النود جي اس، طبعا في فرق كبير، تمام. ده كان بالنسبه لي المقارنه. طيب تعال نشيل الجانجو من الخطه خالص، من الخناقه خالص، نقول له معلش اركني على جنب، وتعال نشوف هقارن للناس بكذا حاجه. مفيش عندنا جي اس بي، جي اس اف كتول مش موجوده بشكل مباشر، موجوده بشكل مباشر، اعتقد جي اس اف مش الانتشار القوي، يعني طبعا واخد اقل منهم بكتير من غير ما نكمل يعني مناقشه، واخد اقل منهم بكتير. طب تعال ناخد سبرينج، يعني هنا بيبقى فاهم التولز، ايوه ادي السبرينج بتاعت الجافا، ندخلها كده في المنافسه، هنلاقي ان الستاكس طبعا بتاعتها 2000، طبعا هناك 30ات و60ات، هنا الفلورز 1 و6000، لا طبعا هناك 26 و16، هنا الفوت يعني مش مكمل ولا 1000، في حين ان الفوتس اللي على البي اتش بي وعلى النود جي اس اعلى بكتير، تمام. ده اللي موجود. انا مش عايز ابقى انا فعليا انا محايد، انا مش انا ذات نفسي لو قلت لي انت بتحب ايه اكتر هقول لكم، لكن انا بقول اللي موجود قدامي، الاحصائيه اللي موجوده قدامي يعني. فعلى الجيت هاب اللي يكسب النود جي اس، بعديه بعديه والله الجافا سبرينج، وبعديهم البي اتش بي اقل، ما اعرفش ازاي، لكن على الستاك اوفر فلو طبعا بي اتش بي ثم نود جي اس ثم سبرينج. طبعا ايه المميزات بقى اللي الناس بتختار سبرينج وليه الناس بتختار وهكذا يعني دروباكس، تمام. ده كده بالنسبه لي تقريبا احنا غطينا. طبعا انا يعني في ناس كانت بتتكلم على ان هو ليه جانجو بس، احنا لو قارنا اصلا لو قارنا بس انا هوضح حاجه بسيطه، لو قارنا جانجو كبايثون مع لاسك كجانجو كبايثون برضو، هطلع بس النود من الخناقه عشان الخناقه ملوش في الخناقه خالص النود دلوقتي، احنا بنقارن ما بين التو تولز بتوع البايثون.
عايز اشتغل ويب اشتغل جانجو ولا اشتغل فلاسك، هما دول اشهر اتنين. لو حد عايزني اقارن حاجه تانية ما عنديش مشكله ادخلكم في المقارنه، لان يعني طبعا لسه في فريم وركس تاني زي بيراميد وكده غيره هندخل. يلا موجود ماشي جانجو وفلاسك المقارنه موجوده بتقول ايه؟ هلا ان الستاكس طبعا في جانجو اعلى من فلاسك مرتين، فولورز اعلى مرتين جانجو عن فلاسك، الفوت من الاخر الجانجو هو اشهر فريم ورك موجود عندنا في يعني يعتبر هو اشهر فريم ورك الموجوده في البايثون كويب، لكن رغم كده متواجد ذا لاست كوميت من 20 ساعه ل 15 ساعه كنت فاهمها غلط اسف. طيب يبقى كده عندنا برضو نقط في على الستاك اوفر فلو، هتلاقي هنا هتلاقي في فرق كبير جدا طبعا لصالح الجانجو برضو. فبالخلاصه بالنهائي جانجو كويب لو انت تشتغل بايثون وعايز تشتغل ويب يبقى جانجو افضل من فلاسك في الحته في الانتشار في الانتشار تمام كويس جدا. يبقى احنا كده عرفنا في الانتشار اللي ماشي في الانتشار اكتر وبصينا على الانتشار اكتر تمام. لو احنا هقارن بي اتش بي بالنو جي اس وقلنا رقم 3 مين؟ الدوت نت هو الرقم 3 ESP دوت نت. دول اللي كانوا ايه الاكثر انتشارا او حتى طلع الدوت نت من القصه. احنا بنتكلم على البي اتش بي والنود جي اس. لما دخلت تحت على جوبس طبعا الجوب او الجوبس الموجوده هتلاقي نفس الفكره برضو في الاكثر انتشارا. طب انا هوضحها بشكل افضل. لو انا دخلت كتبت كده فول ستاك جوبس اي اس بي دوت نت وبي اتش بي ونود جي اس وجي اس بي وكلام زي كده، وتعالى نخش كده هلاقي مثلا وظف في ايجيبت ايه اللي جايبه، انا ببحث عن فول ستاك ديفلوبر يعني واشوف الانتشار ماشي ازاي، الانتشار او طلبات السوق او طلبات الشركات ماشيه ازاي. فوالله بس هنا في ايجيبت ها والله قال لي لقيت وظائف كتير جدا قرب ال 6000 وظيفه. اول وظيفه تعال نبص مع بعضينا، ده الراجل ده طالب ويب وطالب بايثون جانجو خلاص بس معاهم رياكت جي اس وكلام زي كده ماشي. التاني طالب بي اتش بي، انا بس بنشوف السوق كده ماشي ايه. ناس واحد طالب رياكت بس يكون ورا جافا، في جافا موجوده في السوق جافا. في هنا واحد طالب دوت نت كويس جدا، في تاني واحد طالب دوت نت اهو موجود سي شارب واي اس بي دوت نت، في جافا موجوده اهي، في هنا برضو جافا مع رياكت فول ستاك جافا بي اتش بي، في هنا ناس طالبه مين ستاك يعني نود جي اس نود جي اس، في ناس كفرونت اند وفول ستاك ويب ديفلوبر دي شغال ايه انجلر وفاير بيز مش عارف ايه مش موضح او طيب مش حاضر، بس هو باين عليه ان هو نود لان هو حاطط تايب سكريبت واكتر كلامه على فرونت اند. طيب في هنا حد تاني لا مش واضح ده فول ستاك ويب ديفلوبر ده ايه ده ايه اس دوت نت موجود بي اتش بي ماشي. بعد كده في عندي هنا ده عايز جافا سكريبت وانجلر وجافا يعني سبرينج بوت ده شغال عايز جافا، عشان خد بالكم الجافا بدات تظهر في الوظائف يعني مطلوبه مش مطلوبه في السوق، لا مطلوبه في السوق الدليل اهو احنا بنبص قدام عينينا خلاص موجوده لا مطلوبه في السوق والدوت نت موجود في السوق
والبي اتش بي موجوده في السوق والنود جي اس مطلوب في السوق، فبايثون موجود في السوق، هو كان اقل واحد ظهر بس موجود في السوق متهيألي. يعني بي اتش بي شغال سي ام اس فول ستاك، هنا تاني ده شغال ده ماي مش واضح ده ايه فول ستاك ايه، بس هو مش واضح. اللي بعديه فول ستاك تاني، للاسف هو مش موضح. طيب ده سينيور فول ستاك نود جي اس وانجلر، هنا الراجل ده نود جي اس تيم ليدر نود جي اس. انا ببص على حاجه واقعيه، انا ببص السوق دلوقتي مطلوب فيه، انا ببص يعني بشوف عشان نقدر نقول الناس اللي بتطلب السوق والشركات اكتر ايه والكلام بقى الهس الكتير. لا هو كله مطلوب في السوق، بس انت بتاخد ايه اللي اكتر طلبا في السوق او كده، بتبقى وجهه نظر فول ستاك. انا راجل دوت نت اهو عايز دوت نت. طب الراجل ده بي اتش بي واضح اهو، ده حد بتاع اي ار بي سيستم، ده بس اي ار بي سيستم على دوت نت. ده رياكت ونود جي اس، ده نود جي اس. طيب ده نود جي اس مين ستاك نود جي اس. طب ده مين ستاك نود جي اس، يعني موجوده في السوق برضو. طب كويس، الراجل ده شغال على اوراكل، ماشي اوراكل فيوجن ده فول ستاك. ده ايه بقى، ده بي اتش بي موجود طبعا، تلاقي جافا سكريبت معاه على طول. هنا مين سينيور جافا، جافا موجود في سوق جافا ويب. ادي كمان واحد تاني اي تي اس، اتنين في اي تي اس. الامير عايز جينيور، جينيور ماي سيكوال بروجرامينج جافا سكريبت والديفلوبمنت، مش موضح بس هو الظاهر ان هو دوت نت لان هو بيتكلم على مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر وكلام زي كده. طيب والله اعلم. واحد اهو جينيور فول ستاك بي اتش بي، هنا حد اتش تي ام ال سي اس اس وجافا سكريبت وانجلر جي اس ورياكت ومع بايثون وروبي. ده عايز لو بيعمل شيء يبقى كويس، ده زي الفول الراجل ده. فول ستاك اي اس بي دوت نت، يعني هو بيتكلم ده بيهزر شويه، كاتب سي بلس بلس وسي شارب وبي اتش بي وبايثون واي اس بي دوت نت، ده سيبك منه ده بيهزر ده. ويب ديفلوبر ماشي، ده مش موضح. في ناس كاتب كلام عام مش موضحين، لكن ده ماشي، ده نعتبره نود جي اس عشان شغال انجلر او رياكت والكلام زي كده. جافا بي اتش بي، وده ايه ده مش واضح، ده نود جي اس ولارافيل، يعني نود جي اس مع بتوع الايه بتوع بي اتش بي الاثنين مع بعض. وادي السوق، يعني انا بس حبيت انا افرد ليكم كده. ده الراجل ده برضو بايثون فول ستاك بايثون، ده فول ستاك انجلر جي اس، ده انجلر جي اس ده قديم شويه الراجل ده، بس هو يمكن عنده بروجكتس قديمه بنت بالانجلر جي اس وعايزها تستكمل، فهو عايز مبرمج يكون على نفس التول، وده موجود بشغال مونجو دي بي يعني مع شغال نود جي اس. وواحد عايز بي اتش بي، ده مش واضح. طيب ده فول ستاك، ده جينيور فول ستاك جي اس، جي اس يعني النود تبع النود. سينيور فول ستاك ده دوت نت، واضح قوي من كلامه ده دوت نت. وده مش واضح. ده جافا مع انه بيتكلم برضو على انجلر وبي اتش بي، ما اعرفش يعني هيعمل ايه. ده بي اتش بي، ده دوت نت، وده دوت نت، ده لارافيل يبقى بي اتش بي، وده دوت نت، ده بي اتش بي، وده جافا مع انجلر. وي الى اخر. طيب يعني من الاخر والخلاصه، في السوق كله مطلوب في السوق، الظاهر ان مطلوب في السوق بجد، السوق مليان محتاج بتوع جافا، ما كانوش باينين معانا في السيرشنج كتير لان التولز لان هم اكتر من تول،
مشكلتهم اتفتتوا على سبرينج، اتفتتوا على جي اس بي، اتفتتوا على جي اس اف، بتكلم اتفتتوا في البحث. هي جافا مشكلتها بس ان هي ايه، ان فيها تولز كتير نازله للويب، فعشان كده متفتته شويه في البحث بس مش اكتر من كده. لكن هي ما زالت موجوده في السوق، اه موجوده في السوق، واللي احنا شفناه في التوظيف دلوقتي بيقول كده. التوظيف دلوقتي بيقول كده، بيقول ان لا البي اتش بي موجودين، اه والدوت نت موجودين، والبي والنود جي اس موجود. انا ما كنتش متخيل ان هو موجود بالقوه دي، لان في الدول دي لسه مش منتشر، لكن موجود. ده موقع التوظيف تاني، بس ده موقع عالمي. تمام، بحثت على فول ستاك ويب ديفلوبر. انا بتكلم ليه على، بكتب ليه كلمه فول ستاك ويب ديفلوبر؟ عشان تبقى هي دي الكلمه اللي تلم بتوع كله بقى، بتوع البايثون، بتوع الايه، الدوت نت، بتوع الجافا، بتوع. فبكتب كلمه عامه عشان اقدر اجيب السوق بيطالب ايه، يعني ايه اسم دوت نت، وايه ده على مستوى العالم بقى. ماشي، انا بتكلم هنا على مستوى العالم، وده طالب بي اتش بي بانجلر، ده طالب ويب بايثون، وده طالب، ده نعتبره نود جي اس عشان معاه كمان ايونيك، ده طالب جافا مباشر، ده طالب انجلر جي اس وبي اتش بي، يعني نود جي اس وبي اتش بي الاثنين، طالب نود جي اس مع بي اتش بي. طيب ده طالب بي اتش بي ورياكت نيتف، ورياكت جي اس اس، دول طبعا بتوع الجافا، دول اوريكل انديا وجي جي تو جي تو اي اي. ماشي، وده مش عارف له، ده جافا، جافا، وده ايه بس واخد معاه رياكت جي اس، يعني جافا بقت اكتر واحده في البايثون ويب. ماشي، يعني جافا في الوظائف موجود ليها سوقها. لارافيل مع انجلر جي اس ورياكت جي اس ومونجو دي بي، يعني انا اقرب للنود، بس هو عايز الباك اند بتاعته بي اتش بي. وده انجلر جي اس 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 بوستجريز وموبايل فون نود جي اس، نود جي اس. ماشي، جافا سبرينج بوت مباشر، بي اتش بي مباشر، بايثون، ويب موبايل، ايه جافا ونود جي اس، ده جافا ونود جي اس، ده فول ستاك ويب ديفلوبر، وجايب مش محدد. ماشي، ده بي اتش بي، ده جافا، جالنا واحد بايثون هنا. ماشي، بي اتش بي هنا، جافا. تلاحظوا ان الجافا على مستوى، انا دلوقتي ببحث في موقع عالمي في التوظيف، لا الجافا يمكن اكتر على شكل عالمي، بشكل عالمي اكتر كمان، كبيره جدا، يعني ممكن تكون في التوظيف انا شايفها اكتر من البي اتش بي دلوقتي حاليا، حتى الان طبعا لسه ما اقدرش احكم بشكل عام. لكن هنا الدوت نت ظهر اهو، دوت نت كمان واحد، دوت نت، بي اتش بي جي، ده مش محدد، ده ده نود جي اس، نود جي اس، بي اتش بي، بي اتش بي، نود جي اس، ده عايز ذكاء اصطناعي مع الويب. ده ايه ده؟ ما عرفتش، بحاول ابص طبعا بسرعه قدر الامكان. طيب خلاصة نقدر نقول، والله لا والله احنا نقدر نقول ان كله مطلوب في السوق كوظائف، موجود ده وموجود ده وموجود ده، فالوظائف دي موجودة خلاص، وبتوع الجافا موجودين في الوظائف بشكل قوي، وبتوع البي اتش بي موجودين في الوظائف بشكل قوي، بتوع الدوت نت موجودين في الوظائف، بتوع النود جي اس موجودين في الوظائف، يعني كله كتوظيف وشركات مطالبه مش مفيش كويب. لكن الاحصائيات كانت بتدينا ان الجو اكتر مع بتوع البي اتش بي والنود جي اس، ونقدر ندخل معاهم بتوع الجافا عشان وظائف من اعلى الوظائف مع بتوع البي اتش بي والنود جي اس.
انا اقدر ادي الله اعلم ده تقديري من القراءه اللي انا قريتها معاكم دلوقتي في الشويه اللي احنا كنا قاعدين دول، نقدر نقول والله لا احنا نقدر نقول ان البي اتش بي النود جي اس والجافا وبعديهم يعني لاير ثانيه الناس اللي شغاله حاجات بقى زي بايثون جانجو او شغالين على حاجات مختلفه. ايه تاني نسيت ولا ايه؟ طيب يعني ده كده بشكل عام الدنيا رايحه فين او شغالين دوت نت اقصد، يعني نقدر ندي بتوع البايثون ويب جانجو والاي اس بي دوت نت لاير كده وما بينهم الجافا في النص وفوقيهم البي اتش بي والنود جي اس والله اعلم، بس ده كان قراءتنا كده في الايه في الاحصائيات والتوجهات العامه في الناس اللي بتتكلم على ويب واللي عايز يخش ويب وايه اللي يخشه. اعتقد كده تقدر تقول طبعا انا بتكلم كانتشار وكوظائف وكده الناس اللي كانت بتسال على الحاجات دي مش بتسال على التقنيات الداخليه هو لسه بياخد قرار. ده كان كده ردينا على مجموعه من اسئلتكم، اتمنى يكون لو في حد تاني عايز يسال اي اسئله قبل ما اخرج. هو في حد بيسال بس انا عايز اشوف احصائيات المانيا معرفش اشمعنى ماشي المانيا ماشي هو عايز يشوف المانيا. استاذ اسلام حسان في المانيا ماشيه زي العالم؟ لا مش ماشيه زي العالم، بي اتش بي رقم واحد لا اه صح ونود جي اس رقم اتنين يعني ماشيه برضو زي الايه زي اغلب التوجهات نود جي اس واسف بي اتش بي رقم واحد ونود جي اس بعديه وبعديه تاتي البقيه. ده بالنسبه للاستاذ اسلام حسن. دي كده كانت التوجهات العامه بشكل عام في تقنيات الويب والتكنولوجيز والتكنيكس اللي ماشيه في الويب. ما رضيتش اتكلم بقى على التفاصيل بتاعتهم واقوى حاجه ايه واسرع حاجه ايه والكلام ده، لان ده حاجات شويه ممكن نفرد لها في وقت تاني ان شاء الله لقاء اخر نتكلم يعني فعليا مين اسرعهم ومين اقواهم في السوق واسرع حاجات بتنتج في السوق بقى. دي تهم اول اللي بياخدوا القرارات بتوع الشركات وكلام زي كده، لكن بالنسبه للموظفين او الناس المبرمجين اعتقد الدنيا بقت واضحه ليهم. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.